السلام عليكم. كيفاش غادي تسحب مبلغ ديال 20 درهم او 50 درهم من الحساب البنكي ديالك؟ مرحبا بكم. بزاف ديال الناس عندهم حساب بنكي وكتبقى لهم في الكونت ديالهم سواء 70 درهم او 50 درهم او 30 درهم او 20 درهم، المهم كتبقاو كيبقى فيه الحال، يعني كيقلب كيفاش انه يستفد منها. كاين اللي كيصيفط على روشارج تعبئة التليفون ديالو، المهم خاصك كيفاش تخرجها وصافي. وكاين عاوتاني اللي يلاه كيدوز لي واحد 100 درهم من الكونت تاعو كيمشي يخرجها، كيلقى لي قطعة البنكية داو لي واحد 12 درهم او 15 درهم، يعني مشات لي 100 درهم كاملة. بالنسبة لهاد الخدمة ديال انك تخرج مبلغ 20 درهم او 50 درهم، يلاه تلقاتها بريد بنك، يعني هاد الخدمة كاينة الكيشي ديال بريد بنك، وهي خدمة جديدة في الأول ما كانش، دابا إلى أطلقوها ممكن أي واحد أنه يخرج مبلغ 20 درهم أو 50 درهم من الحساب البنكي ديالو. والطريقة راه سهلة، ملي كدير الكارد كيشي ديالك، يعني كتدخل الرقم السري، من بعد كيعطوك المبالغ، يعني شحال بغيت تخرج 100 درهم 300 درهم 500 درهم 1000 درهم، غادي دير اختيار مبالغ اخرى، يعني تختار مبالغ اخرى وغادي تكتب تما 20 درهم او 50 درهم وغادي تخرج لك. هذه الخدمه كيف ما قلت لكم راه جديده وكاينه غير في بريد بنك، يعني كاينه غير في بريد بنك بوحدها اللي تلقات هذه الخدمه، في الانتظار ان البنوك الاخرى حتى هي تقوم بنفس الشيء. والطريقه كيف ما قلت لكم راه سهله، وكنتمنى لكم التوفيق. تحياتي.